السلام عليكم مشاهدينا الكرام واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من كشك الصحافه سنسلط الضوء فيه على ابرز ما اهتمت به الصحافه اليمنيه والعربيه عن الاوضاع في اليمن بدايه من الصحافه اليمنيه من موقع صحوانت جاء في هذا الموقع وزير الخارجيه عبد الملك المخلافي الانقلابيون لم يؤكدوا على التزامهم بالمشاركه في المشاورات بالكويت أما في الشأن السياسي أيضا لجنة التهدئة والتواصل الحكومية تصل الكويت وتقدم ملاحظاتها لولد الشيخ. وعنوان الموقع أيضا الأمير فهد بن تركيا يلتقي قائد المقاومة الشعبية بتعز حمود المخلافي بالرياض ومن العناوين الى خبر ضبط البحريه الامريكيه لشحنه اسلحه جديده قادمه من ايران الى اليمن يقول الموقع في التفاصيل قالت وكاله الانباء الامريكيه ان الجيش الامريكي تمكن من احتجاز شحنه اسلحه في بحر العرب من ايران على الارجح كانت في طريقها الى اليمن. ووفقا للسلاح البحري الامريكي اعترضت سفينه يو اس اس سوروكو واحتجزت شحنه اسلحه مكونه من 1500 بندقيه كلاشنكوف و200 قاذفه صواريخ وقذائف هاون وتابع الموقع وقال الجيش الامريكي انه قام باطلاق سراح البحاره الذين كانوا على متن المركب بعد مصادره الاسلحه وحسب البيان الذي اصدره الجيش الامريكي أن الحديث يدور عن اعتراض مركب دهو شائع الاستخدام في الخليج الفارسي والمحيط الهندي وهي ليست المرة الأولى التي يعترض فيها الجيش الأمريكي شحنات أسلحة إيرانية في الخليج نذهب إلى موقع يمن مونتور ونطالع في صفحته الرئيسية أهم الأخبار أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يبحث مع مبعوث بريطانيا تطورات اليمن عنوان الموقع أيضا السعودية مقتل مئة مسلح حوثي على الحدود مع اليمن. في موضوع اخر الرئيس هذه القرارات الاخيره تعزز فرص السلام وتدعم مفاوضات الكويت. كما تناول الموقع البيان الاخير لاتحاد الصحفيين العرب بشان اختطاف ميليشيا الحوثي احد الصحفيين وقال دان الاتحاد العام للصحفيين العرب اختطاف صحفي يمني من قبل جماعه الحوثيين مطالبا بسرعه الافراج عنه. قال بيان صادر عن الاتحاد ندين بكل قوة قيام جماعة الحوثي باختطاف الصحفي اليمني طاهر حزام في تعز أثناء تواجده هناك في مهمة صحفية عوائق التسوية السياسية في اليمن تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله في المصدر أونلاين ويقول الكاتب تمثل التسوية السياسية نهاية حتمية لأي حرب مهما طالت، وفي الحالة اليمنية ما زالت التسويات السياسية بعيدة المنال كثيرة العقبات، حيث تتقلص بوادر السلام المنشود وتتسع الفجوة يوما بعد يوم بين الأطراف المتحاربة، آلاف القتلى من المدنيين وآلاف المعتقلين في سجون الميليشيا، وعشرات السياسيين والصحفيين والناشطين، عدا عن الذين استخدموا كدروع بشرية من قبل هذه الميليشيات فضلاً عن تشريد مئات الآلاف داخل وخارج اليمن كل ذلك قامت به هذه الميليشيات الانقلابية بعد صدور القرار الدولي الشهير 2216 في الرابع عشر من إبريل نيسان 2015 وهو القرار الذي كان أصدق وأوضح قرار دولي بخصوص الوضع في اليمن اليوم وبعد ما يقارب العام من صدور ذلك القرار لم ينفذ أي شيء من مقتضيات ذلك القرار رغم تحديد مهلة أسبوعين لتنفيذه ورغم جولتي المباحثات اللتين رتبت لهما الامم المتحده ولتين فشلتا في ايجاد اي ارضيه للسلام في اليمن ومن خلال كل هذه الاخفاقات في احداث اي تقدم او اختراق لجدار الحرب والاقتتال في اليمن فلا شك ان ثمه عوائق حقيقيه وكبيره ولا يمكن تجاوزها بمجرد الامنيات والحديث المتكرر عن احلال السلام دون مناقشات هذه العوائق والاسباب الحقيقيه لهذا الاقتتال والحرب والتي لن تنتهي الا بهزيمه كبيره للطرف الذي ابتدا هذه الحرب على الاقل وافشل عوده الشرعيه وستظل الازمه في اليمن عالقه في مكانها بدون القراءه الدقيقه والفاحصه للاسباب الحقيقيه وراء هذه الحرب وبواعثها التي دفعت المشهد اليمني الى هذه المرحله ولكي نضع النقاط على الحروف فلا بد من تحديد هذه الاسباب والدوافع ومناقشتها بعيدا عن العواطف والتحيزات غير الموضوعيه ومن بين هذه الاسباب والدوافع ما هو داخلي وما هو خارجي نتحول الى موقع نيوز يمن ونطالع في اخباره الرئيسيه وقفه احتجاجيه بصنعاء في الذكرى الاولى لاختطاف القيادي محمد قحطان. في موضوع اخر مفوض الاتحاد الاوروبي للمساعدات الانسانيه يبحث مع المبعوث الاممي الوضع الانساني باليمن. كما عنون الموقع طائرات التحالف تشن غارات عده على مواقع الميليشيا والمخدوع في الوازعيه والمخا. اما في التطورات السياسيه ركز الموقع على تصريحات وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير بشان اليمن. جاء في تفاصيل هذا الخبر اعلن وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير ان وفدا من المتمردين الحوثيين يجري او يجري محادثات في الرياض قبل وقف اطلاق النار المقرر ومفاوضات سلام جديده بين اليمنيين. واضاف الجبير في مؤتمر صحفي بالرياض مع وزير الخارجيه نيزاندي أن وفد الحوثيين في المملكة والمناقشات جارية وأعتقد أو أعتقد أننا أو وأعتقد أننا حققنا تقدما جيدا وتابع الجبير أن المفاوضات معهم قائمة بهدف إيجاد مخرج سياسي للأزمة في اليمن ويضيف نأمل أن تصل المشاورات إلى حل يؤدي إلى الأمن والاستقرار في اليمن وتطبيق القرار 2216 في الوقت الذي نفى وجود ممثلين عن المخلوع صالح في الرياض اما بالتحول الى موقع المنظر اونلاين حيث نستعرض فيه ابرز الاخبار والعناوين منها غارات على مواقع تنظيم القاعده في مدينه زنجبار بمحافظه ابيان جنوبي البلاد نقل الموقع عن رئيس الفريق الاستشاري الحكومي للمشاورات نطلع او نضع تصوراتنا للحوار من منطلق الرغبه في السلام واللجنه الحكوميه المعنيه بالتهدئه وصله الكويت في عنوان اخر للموقع معلمون حوثيون يستقطبون طلاب المدارس للقتال في صفوف الجماعه ويحاضرونهم عن الجهاد أما إلى تطورات الميدانية ركز الموقع على تفاصيل خبر سقوط قتلى في كمين استهدف الميليشيا في محافظة إب جاء في تفاصيل هذا الخبر قال مصدر ميداني 12 مسلحا حوثيا من قوات صالح وأيضا من قوات صالح سقطوا قتلى وجرحى في كمين لرجال المقاومة الشعبية بمديرية يريم بمحافظة إب وسط اليمن. واكد المصدر للمصدر اونلاين ان الكمين استهدف تعزيزات كانت في طريقها الى محافظه تعز في وادي المنوار بنقيل سماره شمال مدينه اب واسفر عن اعطاب عربه ومقتل واصابه من كانوا على متنها تابع الموقع واستهدفت المقاومة بعدة كمائن تعزيزات ودوريات الحوثيين وقوات صالح في مناطق مختلفة من المحافظة ولجأت إلى أسلوب الكمائن لافتقارها للدعم الكافي من الأسلحة الثقيلة والمعدات اللازمة نبدأ عناوين وأخبار موقع التغيير نت من محافظة مأرب جاء في هذا الموقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري وجهه بصرف النفقات التشغيلية للمكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب أما إلى تطورات الميدانية أيضا مواجهة عنيفة في بيحان وعسيلان بشبوة والألغام تعيق تقدم الشرعية كما جاء في الموقع في اليوم العالمي للالغام حقوقيون يدعون الامم المتحده للقيام بالتزاماتها تجاه الضحايا. اما في الشان الاقتصادي اتهم او اتهم الموقع ب او اهتم الموقع بخبر فشل البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الريال امام العملات الاجنبيه. يقول الموقع فشل البنك المركزي اليمني في الحفاظ على سعر الصرف المستقر للريال اليمني امام الدولار وسله من العملات الخارجيه. ويقول الموقع في التفاصيل البنك كان قد اتخذ قرار الاسبوع الماضي بتحديد سعر العمله الوطنيه الريال عند 250 ريال للدولار الا ان الدولار يباع في السوق السوداء بمبلغ 270 ريال وتابع الخبر كان البنك المركزي اليمني قد خرج بعد سلسله من الاجتماعات مع ممثلي البنوك واللجنه اللجنه المشكله لدراسه مقترحات جمعيه البنوك وجمعيه الصرافين اليمنيين وبحضور ممثلي الجهات الامنيه باتفاق يقضي بتشكيل لجنه لمتابعه تطورات سعر الصرف سعر صرف العملات الاجنبيه مقابل الريال اليمني مشاهدينا ختام جوله الصحافه اليمنيه من موقع الموقع نقرا في هذا الموقع الجوف مواجهه في اكثر من جبهه والجيش يتقدم بالغيل في الجانب السياسي وزير الخارجية يتهم الانقلابيين بعدم الجدية في الذهاب إلى مشاورات الكويت كما عنون الموقع عمران تتصدر المرتبة الأولى بين المحافظات في الاختطافات إلى تفاصيل الألغام التي زرعتها الميليشيا في مأرب والكشف عن إحصائية لعدد من الضحايا يقول الموقع كشف تقرير حقوقي بمحافظة مأرب عن مقتل وإصابة 145 مواطن معظمهم من النساء والأطفال جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح في مناطق مختلفة بالمحافظة خلال الفترة الماضية قبل طردهم منها. واضاف الموقع جاء ذلك خلال فعاليه تضامنيه مع ضحايا الالغام نظمتها الهيئه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات ومكتب الصحه وحقوق الانسان بالمحافظه بمناسبه اليوم العالمي للالغام. تابع الموقع وبين التقرير يبين التقرير ان ما يقارب خمسين مواطنا لقوا حتفهم في فيما البقيه مصابون بعهات مختلفه. مشاهدينا الكرام قبل ان نذهب الى جوله بين ابرز ما تناولته الصحافه العربيه هذا اليوم نذهب الى فصل قصير ومن ثم نعود عدنا مجددا مشاهدينا نذهب الان في جوله بين اهم قالته الصحف العربيه الصادره اليوم والبدايه من العربيه الجديد التي تابعت ردود افعال اصدار رئيس الجمهوريه لقرارات جديده عنونت الصحيفه زلزال تعيينات هادي قراءات متباينه ومشهد التسويه غامض تقول الصحيفه تمهد التعيينات المفاجئة التي أجراها الرئيس اليمني لاحتمالات عديدة لا سيما أنها جاءت في توقيت بالغ الحساسية يسبق انطلاق عملية وقف إطلاق النار ومحادثات السلام كما يتوقع أن يكون لها ارتدادات سواء في شمال البلاد أو جنوبها وتضيف الصحيفة تعد المرة الأولى التي يعين فيها هذه رئيسا للحكومة من دون التوافق مع الأحزاب المختلفة إذ قامت المرحلة الانتقالية على اختيار باسندوة في حكومة الوفاق بتوافق الأطراف وكذلك كان اختيار بحاح الأمر الذي جعل من القرار تحولا مهما في مسار التسوية. تفيد العربية الجديد، اعتبر بعض أو اعتبرت بعض القرارات أن هادي ضمن بقرارات إقالته بحاح تحصين موقعه في حال اشترط تحالف الانقلاب تنحيه عن الرئاسة ونقل صلاحيته لنايبه، ولذلك قام باختيار نائب يعتبر خصما بارزا للانقلابيين يدفعهم للقبول ببقاء هادي. ويرى مراقبون ان تعيين الاحمر يضع العقبات امام التسويه مع الحوثيين باعتباره الخصم العسكري الابرز لهم منذ سنوات. في المقابل يرى اخرون ان القرار يقوي الصف العسكري والقبلي والسياسي المؤيد للشرعيه في المحافظات الشماليه على وجه الخصوص اذ ان عددا غير قليل من القيادات الميدانيه مصنفه على انها قريبه من النائب. إلى صحيفة الخليج التي عنونت في إحدى موضوعاتها عن تطور الوضع السياسي في اليمن وعنوانات المشاورات اليمنية في الكويت تعزز فرص العودة إلى مربع التهدئة تقول الصحيفة تفاوتت التقييمات من قبل اليمنيين حيال فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المفاوضات المرتقبة بين الحكومة والإنقلابيين المقررة يوم الثامن عشر من إبريل الجاري فيما تصطدم تطلعات الكثيرين حول فرص توصل الحكومة مع الإنقلابيين إلى تسوية سياسية تعيد البلاد إلى مربع التهدئة وتهيئة الأجواء المؤاتية لانطلاق عملية سياسية انتقالية تقابل بحالة من الإحباط الجماعي فرضها انعدام الثقة في إمكانية التزام الحوثي والرئيس المخلوع بمخرجات المفاوضات المرتقبة في الكويت. تضيف الصحيفة: ويبدي البعض تفاؤلا في إمكانية نجاح مفاوضات الكويت لاعتبارات تتعلق بطبيعة التطورات الميدانية الطارئة واعتبر الناشط السياسي بتاعز عبد الواسع احمد البرمكي في تصريح للخليج ان المفاوضات المرتقبه في الكويت تمثل بارقه امل في امكانيه التواصل لحل ينهي الحرب المستعره منذ اكثر من عام في اليمن مشيرا الى ان انعقاد المفاوضات في دوله خليجيه هي عضو في التحالف العربي يعزز الامان في امكانيه ان تكون هذه المفاوضات مغايره عن نتائجها للجولات السابقه التي عقدت في العاصمه السويسريه جنيف من جهته عبر الناشط السياسي وعضو ائتلاف المنظمات المجتمعية المناهضة للانقلاب عبد الرحمن أحمد القطابري في تصريح للخليج عن وجهة نظر مغايرة وقال إن فرص نجاح المفاوضات المرتقبة في الكويت يوم الثامن عشر من إبريل الجاري ضئيلة للغاية لاعتبارات موضوعية تتعلق بسوابق تتصل أو تنصل الانقلابيون من تعهداتهم واتفاقاتهم الموقعة من قبلهم مشاورات الكويت أين حسن النية وأين التوازن؟ تحت هذا العنوان كتب رياض ياسين وزير الخارجية السابق مقاله في صحيفة الاتحاد الإماراتية ويقول ياسين التوازن مصطلح خطير لا يصح أن يستخدم في حالة الحوار القادم في الكويت مع الميليشيات والإرهابيين والمتطرفين وإلا لا بد من التوازن مع خاطفي الطائرات ومغتصبي النساء والأطفال وسارقي البنوك ومحتجزي الرهائن وقتله الابرياء ومجرمي الحروب ثلاثيه حسن النوايا والتوازن والاراده السياسيه مصطلحات غير صالحه ومفقوده ولا داعي للاصرار عليها والحديث حولها بمناسبه ومن دون مناسبه للدعوه والترغيب للحوار او بهدف توقيع اتفاقات شكليه او الحوار العقيم حولها المشاورات القادمه فمن يراهن عن وجود بصيص من النوايا الحسنه لدى الميليشيات المتطرفه والارهابيه او التوازن العقلاني او حتى العاطفي لدى من يرتكب جرائم القتل والسلب والاباده والحصار ومن يطالب بدخول المشاورات بمفهوم التوازن او التنازل او الاراده السياسيه في وقت الحرب والدمار للوصول الى حل سياسي مسلوق فهو يؤكد ان المفاهيم الحقيقيه قد تغيرت ولم نعلمها بعد ولم يدركها اليمنيون الطيبون وحلفائهم الخليجيون والعرب والعالم او ان المرسوم لنا بالخفايا ان نستمر في هذه الدوامه الغامضه لتكون كل العمليات الارهابيه والمتطرفه والانقلابيه والغزو المنشاوي الداخلي مجرد نزاعات خاصه بمنطقتنا لا مجال في الكويت الا للحوار والمفاوضات الشفافه والتي تناقش وترتب عمليا لتنفيذ قرار الامم المتحده بشكل سلمي وواقعي من دون افتراضات حسن النوايا فنيتهم واضحه منذ البدايه وغير مبيته او مخفيه وترجموها عمليا منذ انقلابهم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولا احد يدرك حتى الان نزاعهم الوطني على ماذا سوى ما هو واضح لنا وللغالبيه هو محاوله نزعهم لليمن من محيطها وتسليمها لايران باقل ثمن وابخس تكلفه اما الاراده السياسيه فحدث ولا حرج هذا وهم وامنيه بعيده المنال في هذه الظروف وبعد ذلك فان فاقد الشيء لا يعطيه إلى صحيفة القدس العربي والتي نقلت عن مصادر يمنية في العاصمة السعودية أنه يجري الاتفاق في الرياض على صيغة لحل سياسي ينهي الحرب في اليمن مع الوفد الحوثي الذي أعلن ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان عن وجوده في العاصمة السعودية وتوقعت المصادر ان يتم الاتفاق على صيغه الحل في الرياض لاعلانها خلال المفاوضات التي سترعاها الامم المتحده بين الاطراف اليمنيه في الكويت يوم الثامن عشر من ابريل الحالي وسيؤكد الاتفاق على عوده السلطه الشرعيه الى صنعاء والاعتراف بالحوثيين كمكون سياسي واجتماعي ويلاحظ سفير عربي في من دول التحالف العربي ان التغيرات التي احدثها الرئيس هادي في سلطته بتعيين الفريق علي محسن الاحمر نائبا للرئيس واحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء ترافقت مع اعلان ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان ان الحرب في اليمن باتت قريبه من نهايتها. واشار السفير الى ان قرارات الرئيس هادي هذه والتي لا شك أنها تمت بالتنسيق مع الرياض تأتي لترتيب أوضاع اليمن عسكريا وسياسيا خلال المرحلة المقبلة التي ترى المملكة أن الحرب فيها باتت قريبة من نهايتها وتقول الصحيفة يسود التفاؤل أوساط اليمنيين في الرياض حول أن المفاوضات المقبلة في الكويت ستسفر عن اتفاق تاريخي يمني على الحل السياسي للحرب اليمنيه أما بالانتقال إلى صحيفة البيان والتي أوردت تحليلا كتبه الصحفي عبد الرحمن الراشد تحت عنوان "حرب اليمن بعد عام انتصار أم هزيمة" قال التحليل عندما شنت أول الهجمات الجوية في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي كان الحوثيون وقوى صالح قد استولوا على كل اليمن وأعلن المتمردون عن تشكيل حكومتهم ورفضهم قرارات مجلس الأمن وأصبح وجودهم تقريبا أمرا واقعا على الجميع أن يقبل به وصار الكابوس حقيقة دولة اخرى في فلك ايران تحاصر دول الخليج جنوبا بعد ان حاصرتها من العراق وسوريا شمالا، كان بحوزه المتمردين كل ترسانه سلاح الجيش اليمني الذي استولوا عليه. وتضيف الصحيفه الحرب هدمت فورا نظام الحوثيين وصالح السياسي الذي بنوه بعيدا عن استيلائهم على العاصمه صنعاء وحالت دون خلق ايران وضعا مشابها للعراق وسوريا. ويقول التحليل الذي أعده الصحفي السعودي تقترب قوات الحكومة الشرعية من العاصمة صنعاء وهي المعركة الأخيرة لهذا وافق صالح والحوثيون على التفاوض في الكويت وأرسلوا فريقا يمثلهم للعاصمة السعودية ويحد الجميع الأمل بأن تكون هناك بوادر حل سياسي يختتم الحرب وان يتجه الجميع نحو ترميم الشرعيه وتفعيل قرارات مجلس الامن التي رافقت الازمه منذ بدايه الربيع اليمني في عام 2011. المرجو من المفاوضات ان تعيد عقارب الساعه الى الوراء وتعتمد الحل الدولي وتستكمل اجراءات الانتقال السياسي نحو نظام نيابي يمثل الجميع وينتخب قياداته لاحقا برعايه الامم المتحده مجددا. ويختتم الراشد حينها تنتهي الازمه اليمنيه، ويختتم بذلك فصل ماساوي ما كان يجب ان يحدث منذ البدايه، لولا ان المتمردين ظنوا انهم سيستطيعون الاستيلاء على الحكم في اليمن، معتقدين ان السعوديه مع حلفائها لن يتجراوا على ردعهم بالقوه العسكريه. والحقيقه ان المتمردين لم يخطئوا في حساباتهم فقط، بل كانوا سببا في قرع جرس الخطر في منطقه الخليج. الحروب العربيه ضد العرب تحت هذا العنوان كتب عبد الحميد الجماهيري مقاله في العربي الجديد ويقول الكاتب تطول الحروب العربيه العربيه على حدود البلدان او داخلها من دون ان تعني قضيه وجود بل بدون ان تعني ان المتحاربين يملكون القوه التي تضخ الدماء في نعوره المواجهه العرب حروبهم قوية بضعفهم، ولا تعني المدة المتزايدة أن الحرب ستحل أياً من معضلات الشعوب التي تنبت بين جدرانها مقابر جديدة، ذلك أن الحرب تنازلت عن تقادمها الذي أمضته في البحث عن نصر مع عدو واضح يحتل قلب الخارطة العربية الإسلامية وقلب وجدانها منذ سبعة عقود تقريباً لفائدة عدو محلي داخلي ملتبس للغاية ضائع الملامح. بين حسابات الاستراتيجيه الاقليميه والدوليه وبين الطوائف، تكتشفه في كل دوره تفكك باسماء جديده. نسينا المفهوم الصحيح للحرب ضد عدو يحتل الارض، وضعنا في تمارين خاطئه للامل في نصر على الاخوه الاعداء، وكل نصر هو هزيمه مؤجله وحرب اخرى ترقد في رماد العقائد الملتهبه والوطنيات المسوسه، وحتى في المناطق التي يكون فيها السلام باردا عاده ما يكون بفعل اتفاقيات تخص اطلاق النار كما في شمال افريقيا او على الحدود اللبنانيه، وفي احسن الدول التي تعيش طمانينه حذره لا خيار سوى الحرب البارده او السلام المسلح، لا تملك الحرب الجديده ما يكفي من اناقه العبث التي تفضي باصحابها الى موائد التفاوض، ولا تملك ايضا اناقة الجدوى التي تطرح بند النتيجه على ثقافه الجنود الجدد، كل ما تملكه الحبر الجديد ومتسع من الخيال القاتل الذي برر حربا اخرى. اذا مشاهدينا ختاما نبقى مع مجموعه من الرسوم الكاريكاتوريه نشاهدها سويا وبهذا نختتم حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافه الى ان نلقاكم في حلقه جديده نترككم في امان الله.